اهلا ابو شادي. احنا من جايين نزعجكم بس حابين نشرفونا على عروس امان. بس الواجب واجب. يسلموا ايديك. سايقين بعدنا عم نوزع المكاتيب. بعد لنا بس 340 مكتوب. مجبورين بيت بيت على الطريقه النصرويه. يا ريتك معنا هون. عليك ساكن مع سلمى؟ اسمها ندى يا بابا. كيف امريكا؟ ايطاليا. يلا بين ماشي. ابوك حكى لنا انه عم بفكر ترجع مزبوط؟ لهون؟ اها. لا. في مستشفيات كثير منيحه هون. انا اركيتكت. يعني مهندس عمار؟ يعني هو بفكرني دكتور. يعني كذبت عليه. انت بتعرف ابو رامي. بضلوا يحكي عنك، كثير رافع راسه فيك. لو ابوي كان يضل يحكي عني هيك. امي يمكن ما تجيش. انا هبلة كنت لازم اعرف من الاول. عرس بنتها، شو هالحكي هذا؟ مش هذا دائما احنا اخر ناس. جوزها عم بيموت. احلى عروس. شكرا بابا. كنت ساكن بهاي المستوطنة. وانا يا ابي. مستحيل اعزمه عرس اختي. يابا هذا الزلمة شباك. اطلع على السيارة! اعند من امك! مش السهرة ب 18؟ لا عم تمزحوا. وين عن الدنيا؟